1, 2, 3, 4. أولغا، وش هذا الإحساس؟ وش هالغ... أنت تبكين؟ تبكي؟ ليش تبكين؟ الله. تحية كبيرة لأولغا، حركتي أحاسيسنا. بيش كنت تفكرين وانت تغنين؟ طبعاً طبعاً كنت عم فكر أكيد بشربل، ووجوده معي عم بيعطيني قوة حتى لما كنت معي على المسرح، بكل الناس اللي بحبهم اللي عايشين واللي فرقونا. طبعاً نحن كلنا كنا سعيدين بأدائك. أحلام، أولغا أدت أغنية أداها أهم مغني الأوبرا في العالم. صحيح. كيف شفتي أداءها اليوم؟ يعني أنا رحت معاكي مكان ثاني، يعني سحرتيني. رائعة بمعنى الكلمة. الله يخلي لك يا جوزك، بس ما زلت عم شوفك لوحدك تغني على المسرح بكل تمكن. انت ما تبغين حد يشاركك، لان انت اصلا ما شاء الله موسوعه في الغناء.
الله، طبعا ما تبغى احد يشاركها في الغنى، بس في الحياه اكيد شربل. في الغنى اكيد في الغنى. اكيد في الغنى. لا الحقيقه أنا... الحقيقه اداء ساحر ساحر. انا عن جد فخوره انك في فريقي. شكرا لك يا احلام. واكيد متابعينا، اولغا ادت اغنيه عالميه وطموحها انها توصل للعالميه من على هذا المسرح، صح؟ اذا عجبكم ادائها وتبونها تستمر معنا بالمنافسه، أولغا عالمية اليوم، إذا تبونها تستمر معنا بالمنافسة صوتوا لها على رقمها 22.